معانا. انا ان شاء الله هذوك الناس غنشارك معاهم فيديو خاص وغنقول لهم علاش يعني ما تجربتي الخاصه المفاتيح اللي غتخليك تنجحي في المشروع ديالك بافكار اللي انا ان شاء الله هذوك الناس غنشارك معاهم فيديو خاص وغنقول لهم علاش يعني ما تجربتي الخاصه ما عاديش سمن ولا زعتر ولا عطريه ولا زيت العود، هادو راه هي الركيزه ديال المغرب. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الناس اللي زعما مشرفيني في القناه ديالي، للناس القدام والناس الجداد والناس الوسطانيين. كنبغي نقول لكم كلكم شكر قليل في حقكم على الحب ديالكم. كيف غنعاود نقول لكم هذاك الحب اللي ما كيتباع ما كيتشرى. شكرا شكرا شكرا. اليوم ان شاء الله جيتكم ان شاء الله بواحد الفيديو اللي غيكون محفز ليا ومحفز لكم. طبيعه الحال هذا الفيديو جا انطلاقا من بزاف ديال التساؤلات ديال بزاف المتتبعات على شكون حسنا، علاش حسنا بيو، علاش هاد المنتوجات، علاش انت يعني فانت اصلا يعني العمل ديالك اولا الدومين ديالك هو التمريض والدومين ديالك هو يعني بزاف الناس كيعرفوني انك استاذه. يعني كانت واحد القفزه نوعيه يعني من التمريض للتدريس للبيع يعني للتجاره. بغي نقول لكم اي واحد في هاد الدنيا هو وليد المجتمع ديالو. حتى وحده فينا ما كتجي نتاج فراغ، كتكون دايزه بواحد المراحل في الحياه ديالها وكتاخذ منها اللي بغات. عطاكم مثال، حنا يعني اش غادي نقول لكم، راه كاينه في الحياه كاينه الطبيبه وكاينه المدرسه وكاينه المهندسه وكاينه ربه بيت وكاينه 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 وكاين بزاف المجالات في الحياه. ولكن سبحان الله حنا كنكملوا بعضياتنا، كاينه اللي كدير تجاره كتكمل هذيك العامله اللي ما تقدرش توفر واحد المنتوج، كاينه اللي كدير الطبيب اللي كتوفر واحد المنتوج لواحد السيده اللي مهندسه ما يمكنش تكون طبيبه، وكذلك يعني مجال كيكمل مجال في الحياه. راه حتى ديك ربات البيت اللي هي ما يكونش عندها واحد المدخول مادي هي براسها راه فاعله في المجتمع. علاش فاعله؟ فاعله انا كتربي واحد الجيل اللي كيكون صالح ويقدر غدا وتغدا يفيد المجتمع. هذا بالنسبه غير المكملات اللي يعني كنقولوا شي كيكمل شي في هذه الدنيا. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم، رزق شي عند شي، لان يعني هذيك العامله البسيطه رزقها عند العامله اللي يعني اللي عندها مدخول مهم. العامله اللي نقولوا حنا قرات توفقات في الحياه ديالها كتاخذ واحد يعني واحد المبلغ مهم في حياتها، هي هي بلا ما تشعر كتخدم هذيك العامله اللي تقدر تكون قرات غير شويه وكدير واحد المنتوج زوين وكتبيعو. يعني هنا كيف قلت لكم شي كيكمل شي. غير بغيت ندوي معكم على واحد الموضوع اللي زعما القوه ديال اي وحده في البيت ديالها ولا اي قوه ديال اي وحده دات واحد المشروع. انا غير بين قوسين هذا المشروع غادي نطرقو في حلقه خاصه، وهو بزاف الناس كيتصلوا بي يقول لي حسنا درنا مشاريع وما نجحتش لينا، الا عندك شي فكره يعني تشاركيها معنا. انا ان شاء الله هذوك الناس غنشارك معاهم فيديو خاص وغنقول لهم علاش يعني ما تجربتي الخاصه، علاش هذاك المنتوج ما نجحش ليهم. لان بصح كاين اسرار وكاين مفاتيح اللي غتخليك تنجحي في المشروع ديالك بافكار اللي بسيطه واي واحد عارفها، غير ما قادرش يبلورها ولا ما قادرش يستوعبها كيقول لا راه هذه افكار يعني تافهه. ولكن لا، هذيك الافكار راه هي اللي غتخلي بالفعل المنتوج ديالك ينجح ولا المشروع ديالك ينجح ويشوف الضوء. حيت حنا ملي كنديروا مشروع راه ما كناكلوش غلتو ديك الساعه، تقدري تاكلي غلتو بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 7 سنين. نعطيكم واحد المثال دابا جات الهضره غنكمل معكم الموضوع في الاطار. راه كاين اللي ماش غنقول لك، كاين دابا حنا والدينا، والدينا راه بداو من الصفر، ضربوا تماره وكلاو العصا وجاعوا ووقفوا وطاحوا وناضوا. اش كنجيو حنا؟ كنجيو حنا ولادهم كنبداو يعني كنقولوا حنا كنبداو نجنيو الثمار. حنا ملي كنجنيو الثمار كنلقاوها ساهله ماهله، ولكن لا، راه خصكم تعرفوا ان من ورا داك الجين ديال الثمار راه كاين حرث وكاين زرع وكاين مراقبه وكاين تماره وكاين صغير. شكون اللي صار على هذا الشيء؟ هما الوالدين ديالنا. هذا هو المشروع، المشروع
ملي كتبغي تاخذي التمر ديالو ما كتخاش ديك الساعه، خاصك تبحتي وترسي وتشبعي وتجوعي وتعري وتسهري باش تقدري توفري هذاك المنتوج اللي غادي يكون عنده قيمه ماديه معنويه، فرحانه به، فرحانه بعائلتك، فرحانه بالمجتمع ديالك، كتكوني فرحانه به. هذا غير مهم بين قوسين، غير بغيت نقول لكم ان اي يعني بزاف المعلومات كاينه عند العيالات في الديور، بزاف بزاف بزاف، ولكن ما كيقدروش يبنوروه لحياه افضل. اعطيكم مثال، اي وحده في الحياه راه دازت من الجوع، دازت من العرى، دازت من مشاكل، تقدر عندها مشاكل مع الزوج ديالها، تقدر مشاكل عندها مع الناس ديالها، تقدر مشاكل مع دارهم، تقدر مشاكل مع خوتها، ولكن ماشي حتى انا عندي مشاكل غنبقى نبكي على الاطلال، ندير يدي تحت من حنكي ونبقى جالسه كنشوف. لا، هذوك المشاكل يقدروا يديروا منك قوه. لا، نوض ندير، راه ماشي بالضروره ديري باش تجمعي الفلوس، راه تقدري ديري غير باش انت تكوني قويه في المجتمع ديالك، ولا باش تربي دوك الوليدات يكونوا قويين وما يتاثروش بهذوك المشاكل اللي انت عايشاها. لان اي وحده في الحياه هنايا، اي مراه كي ما بغات تكون راه عندها مشاكل، اي وحده، راه ما كاينش شي وحده ولا ما كاينش واحد فوق الارض عنده مشاكل، ولكن كلشي كيفوت، كلشي كيفوت، كيف كنقولوا دوام الحال من المحال. الا عندك مشكله غدوز المشكله وغتجي الحل ديالها، عندك مرض غادي يجي المرض وكاين في الحمد لله الدواء ديالو وغادي تبراي. هنا اللي بغي نقول لكم ان هاد المشاكل وهاد يعني هاد الضغوطات ديال الحياه، لا من الوليدات ولا كيف قلت لكم من الزوج ولا من الاسره ولا من المحيط ولا تحت من الماده، راه بعض المرات كي كتكون الماده عائق ديالو في الحياه ديالو الله يحسن العون، ولكن ما خصش نستسلموا نهائيا مهما كانت الظروف. كي قلت لكم سواء الراجل سواء الفلوس سواء المرض سواء كل شيء، انسان خصو يكون قوي في الحد ديالو، قوي مع نفسه ويتصالح مع نفسه، لان اي وحده فينا عندها شي حاجه زوينه فيها، اي حاجه زوينه فيها حاولي يعني تخرجيها للمجتمع. راه ماشي بالضروره المجتمع على برا، ولكن على الاقل في البيت ديالك كيف قلت لك غتربي واحد الوليدات اللي يكونوا صالحين، هما يكونوا ان شاء الله القوه الخارجيه ديالك في المجتمع. هنايا هذا الفيديو درتو غير كنكون حنا رؤوس اقلام، ان شاء الله غنشارك معكم فيديوهات، نشارك معكم كيف قلت لكم شكون هي حسنة بيو، مناش انطلقت حسنة بيو، انطلقت من مشروع اللي هو بزاف الناس غيقولوا مشروع عادي، ولكن هو ما عاديش. سمن ولا زعتر ولا عطريه ولا زيت العود، هادو راه هي الركيزه ديال المغرب، هادو هما الركيزه ديال المجتمع المغربي ديالنا، راه بيهم باش عايشين، بيهم باش عايشين. علاش حنايا هاد المنتوجات ما نسوقوهمش بطريقه زوينه، بلومبالاج يكون زوين، بافكار زوينه وبالنقاء والمعقول باش هو يوصل. علاش حنا اوروبا كيعطونا منتوجات تافهه تافهه، يقدروا يديرونا غير اش غادي نقول لكم غير الدور ديال الشمس، هما راه والو، ولكن كيديروهم وكيسوقوهم في ليسيت وكيسوقوهم في يعني في برامج اللي عالمي مخصصين على زباب ديال الفلوس، لان المنتوج ديالنا منتوج قوي وهو اللي هاز الاقتصاد ديال المغرب، هو اللي هاز الدول. انا المنتوج ديالنا راه كنصدروا للدول الاوروبيه والدول العربيه. هنا كانت الانطلاقه ديالي، علاش ما تكونش حسنة بيو حتى هي عندها كلمه وعندها بلاصه وعندها شنو نقولوا عندها المعنى ديال ما عرفتش، ماشي عندها المقر ديالها، ولكن عندها كلمتها في الدول العربيه وفي الدول الاوروبيه بالمنتوجات ديالها اللي هي ما جاتش من فراغ، منتوجات مغربيه حره. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم، وان شاء الله جايين فيديوهات جداد ان شاء الله كلهم حماس، وجايين فيديوهات اللي غادي يكونوا ان شاء الله فيهم الخير ليا وليكم. والسلام عليكم.